أحزاب الأغلبية الموريتانية وفي مقدمتها حزب الإنصاف الحاكم تعقد اجتماعا بمقر الحزب خصص لتحضير الاستحقاقات الرئاسية المرتقبة وترشيح الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية جديدة. وحضر الاجتماع السياسي رؤساء أحزاب الأغلبية البرلمانية. وذكر بيان حزب الإنصاف الحاكم في أعقاب الاجتماع أن أحزاب الأغلبية الممثلة في البرلمان الموريتاني خلصت خلال الاجتماع إلى ترشيح الرئيس محمد الشيخ الغزواني لمأمورية جديدة. واستند البيان المشترك لأحزاب الأغلبية في تعضيد حججهم لترشيح الرئيس لولاية رئاسية جديدة إلى أن ما وصفوه بالإنجازات المتحققة منذ تسلم الرئيس مقاليد السلطة في البلاد تؤكد استمرار الأحزاب في ترسم نهجه وتمكينه من مواصلة برنامجه من خلال ولاية رئاسية جديدة، على حين أكدت أحزاب الأغلبية أن الاجتماع تطرق إلى بحث الوضعية السياسية وتقييم أداء المناسقية، حيث تطرق المجتمعون لتفعيل العمل المشترك والعمل من أجل التحضير للاستحقاقات الرئاسية القادمة وترشيح الرئيس محمد الشيخ الغزواني لعهدة ثانية. وكان الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني قد ألمح إلى إمكانية ترشح لخوض غمار الاستحقاقات الرئاسية خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية ودولية، ذاكرا أن الأمر متروك للأغلبية من جهة وللشعب من جهة ثانية. وأطلق حزب الإنصاف الحاكم موسمه السياسي ويتوقع أن يفيد بعثات إلى الداخل الموريتاني تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة لحث قواعده على التمسك بما يسميه استمرار النهج الحالي وترشيح الرئيس الحالي لولاية جديدة، ويستند في ذلك إلى ما يقول إنها إنجازات ملموسة تحققت في عهد الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، وينتظر أن تشهد موريتانيا خلال العام المقبل 2024 موسما انتخابيا تحضيرا للاستحقاقات الرئاسية المقبلة.